لكن حقيقة سفر زكريا النبي كمان فيها آيات مشهورة جدا، ويمكن بعضكم حافظ بعض هذه الآيات. هقرأ كده آية أو اتنين من الآيات المشهورة في هذا السفر. في زكريا 9:9، ودي آية مشهورة خالص وبنسمعها كتير يوم أحد الزعف، بتقول كده: ابتهج جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور ووديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. دي زكريا 9:9، دي نبوة في العهد القديم بترمز وبتلقي الضوء على أحداث يوم أحد الزعف أو أحد الشعاني. من الآيات المشهورة برضو في زكريا 11 عدد 12 و13: فقلت لهم: إن حسن في أعينكم فأعطوني أجرتي، وإلا فامتنعوا. فوزنوا أجرتي 30 من الفضة. فقال لي الرب: ألقها إلى الفخاري، الفخاري الذي يصنع الفخار، ألقها إلى الفخاري الثمن الكريم الذي سمنوني به. فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب. وطبعا صناعة الفخار ده هي من أقدم الصناعات اللي موجودة في تاريخ البشر. طبعا آيات تانية زي آية موجودة في صح 13 عدد 6 يقول: فيقول له: ما هذه الجروح في يديك؟ فيقول: هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. السفر زكريا طبعا كان واحد من يعني أحد أفراد سبط لاوي، وكان على علاقة صداقة كبيرة مع حج النبي، وحتى لما كانوا صديقين وفي تشابه في نبوتهم، لكن كمان لما انتقلوا من هذا العالم الدفن ويا بعض.